السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الملازم سلطان ماجد بن سليمان من الإدارة العامة للدفاع المدني دبي. في البداية حاب أشكر هيئة تنمية المجتمع على تقديم هذه الدورة المتخصصة للتواصل مع فئة ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة. لغة الإشارة تنفعنا نحن كدفاع مدني كرجال إطفاء وقادة فئات في التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية ومن فئة الصم والبكم في التعامل معهم في حوادث المنشآت وحوادث المباني السكنية في حالة أن احتاجوا مساعدة من عندنا، في حالة أن نشرح لهم طريقة التعامل وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات. شكرا جزيلا.